كان غيثا تستحقه الشجرة، كان حلما فاستوطن الأغنية، لن نموت ولكننا، كان سرا شرق به الجهر والإعلان، كان رمزا لمغرب جديد، أيقونة كان، وعدا بمغرب غير الذي كابدناه، وحين عاد إلى وطنه عاد سمحا راضيا مثل طفل سعيدا، عاد اسما على مسمى، عاد ليغني لنا جميعا بالكثير من المحبة، بالكثير من الأمل. أيها المغربي السعيد، كلنا نصير سعداء حين نسمعك. سعيد، مرحبا بك في بيتك. شكرا جزيلا صديقي وأخي ياسين على هذه الاستضافة الجميلة. الله يبارك فيك. أنا مثل ما قلت لك، يعني أنا ضيف عليك وضيف على مسارك. أنا كنشوف سعيد المغربي الآن أرى عمرا من العطاء الفني، وأتخيل سعيد اليافع في مدينة مراكش يتجول مثل تروبادور بقيطرة على الكتف، ويتنقل جمعيتين الأساسيتين، حينها كنت في جمعية الشبيبة الحمراء وجمعية الرحالة أيضا. ما الذي قادك إلى الفن وإلى القيثارة؟ هو طبيعة الأشياء، يعني عموما أن الفن هو يحدد شخوصه، يختاره أو يختار، بمعنى أنه وجدت نفسي أنني أغني منذ السادسة من عمري، لدرجة أنني كنت أغني أغاني جد معقدة. وعندما أتذكر سن الذي قدمت في تلك الأغاني، أجدني لدي 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات. وهذا شيء. الشيء الثاني هو أنه بقى معي هذا الميول للغناء وللموسيقى وللمسرح حتى المراهقة. يعني وكان في تلك الفترة حينما اقتنيت قيثارة، القيثارة لم يكن مرحب بها داخل البيت. أعرف بأن الوالد كسرها مرة. صحيح، كسرها لأنه اشتغلت عليها لكي أجمع يعني ثمنها، واشتريتها بمحبة وبعشق وبانتظار نفسي لتحقيق هذا المبتغى. وسرعان ما يعني اكتشفت أن الوالد لا يريدني أن أذهب بعيدا في ميولاتي الموسيقية، ولهذا تفاجأ أن تكون جيتارة في البيت فكسرها. ولكن أنت كسرت كل الحواجز وأصررت على مسارك، ولكن مسارك كان شبه موزع بين طريقين. الطريق الذي اخترته بالنهاية، نعم، يعني صعوبة هذا المسار نقترب منه من خلال الحديث معك، ولكن كان هناك طريق آخر يلح عليك، هو طريق أضواء المدينة وبرنامج مواهب. كنت أنت وسميرة سعيد ونعيمة سميح، يعني كان التلفزيون المغربي يحتفي بكم ويقدم أعمالكم الأولى وكذا، ولكن سرعان أنت ما تنكرت لهذا المسار. لم أتنكر، بل تطور شخصي والذي كان حاسما في اختيار هذا النوع من الغناء الذي اصطلح عليه الإغناء غناء ملتزم. ولكن كانت تجربة في الواقع جميلة جدا ومؤثرة في مساري، يمكن كانت كذلك حاسمة في اختيار هذا المسار. فالعلاقة التي كانت بيني وبين التلفزيون المغربي بدأت منذ يعني جولة قامت بها الدولة وللمرة الأولى في تاريخ التلفزة المغربية، أضواء المدينة. هذا ليس أضواء المدينة، بطولة الأغنية، بطولة الأغنية
التي كانت عبارة عن يعني مباريات جهوية على صعيد كل المدن المغربية، وأنا اخترت كمراكشي، وسرعان ما اكتشفت أن اليوم الذي يداع فيه مشاركتي كبقية من بقايا مراكش، لأنه دارج الحلقات، صادفت أنني غنيت مع نعيمة سامي حياد، غني الشيخ مسعود، وأنا غني جرح قديم. يعني هذه بالخياط الأغنية التي كانت اقتراحات من بعدها على أساس الالتحاق يعني الغناء الرسمي وهذا. لا، كان سيتم استقطابك حتى للقصر نعم الملكي صحيح، لتغني مع كورال القصر الملكي في سنتر. صحيح، أنه كانت تجربة قدمني للأستاذ جنرال خشان اللي هو رئيس الجوق السيمفوني، على أساس يسمع صوتي، أحب صوتي، أحب ملكاتي يعني في ذلك العهد، واقترح علي أن أبقى. فقدت أن رد فعل ديالي هل سأكون مثل عبد الحليم حافظ، ولكن سرعان ما قال لي لا، سيكون برنامجك برنامج خاص يعني داخل الفرقة الموسيقية السيمفونية. وكان هذا كذلك عامل من عوامل أنني أصبحت ألحن قطع لي وأقدمها في برنامج مواهب مع أستاذ مرحوم عبد نبيل جراري. كان الكل يشاهد مواهب، والكل تعرف عليك وعلى سميرة سعيد وعلى صحيح. كذا عبر مواهب، إنما تركت مواهب وأضواء التلفزيون وعرض الغناء يعني في القصر وأخذت مسارا آخر في مراكش، سيراك الناس تغني للشهيدة سعيدة حينها، سعيدة المنبهي، أغنية لحنتها وقدمتها، وبدأت تغني محمود درويش أيضا صحيح. مجموعة من القصائد. ما الذي جعلك تدير الدفة باتجاه الوجع؟ هو في الواقع الظروف العامة التي كان يمر منها المغرب، الهيجان السياسي والشبابي آنذاك، تأثيرات الحركة الطلابية العالمية على المغرب، ظهور ردة فعل في أشكال كثيرة في الإبداع المسرحي والفني في المغرب، كان لها تأثير، رغم أن الحاسم فيها هو صديق سأحتفي به في هذا اليوم الذي هو بن دريس الكاتي، الذي صديقنا المشترك، صديقنا هو في أحد فعاليات المدينة آنذاك في مراكش، وكان له تأثير مباشر في توجيه هذه الوجهة، رغم أن علاقتي بالأغنية السياسية يعني لم تكن ذات مرجعية فنية لدي أنا، ولكن كانت مرجعية ربما فكرية وسياسية أكثر شيء. صحيح. أنا أريد أن أعرف أيضا تحول آخر، كيف تحولت من القطارة إلى العود؟ هو بفضل، لأنه إلا جيت تشوف أنه تجربتي هي من صنع جماهيري، حتى في البداية الأولى لم يكن متوقعا أن أغني جماهيريا، فالحماس ودفع الجماهير لي أنني غنيت في حفلة، وسرعان ما استقبل الجمهور الأغاني التي قدمتها آنذاك استقبال حار وجميل. نفس الشيء في إحدى الحفلات الكبرى عندي في الدار البيضاء، قدم لي الجمهور، اشترى عود وقال لك احنا نريد أن نراك بالعود. وهذا باش يبان الزخم الجماهير الذي كان آنذاك، وكذلك الحماس الطلابي الذي كان حاسما في قضايا وفي كثير من اللحظات والأزمنة المتلاحقة التي عشتها كفنان. يعني سعيد، في 1979 في إطار دائما هذا الزخم نعم. وفي سياقه، سوف تقدم أغنية الأم الوطن صحيح. الشهيرة بولد كلالة. نعم. هذه الأغنية التي لم تكن تبث لا في التلفزيون ولا في الإذاعة، ولكن كانت محفوظة من طرف المغاربة بشكل لا يصدق، وسكنت نعم. وجدان المغاربة حتى اليوم. نعم. شكرا. يعني أغاني كثيرة مرت لا يحفظها الناس، ولد كلالة يحفظها الناس. أنا لا أتخيل أن أجالسك الآن وما نسمعش ولو مقطع من الأم الوطن. Thank you.
تناسى مع الوم ضلي عساسة ما بقى ضحك ما بقى تناسى مع الوم ضلي عساسة في الشرجم سني خيالو ولك يرجع يرجع من المدرسة. يقول لك الحكم ولدك ما قرا والو، يقول لك الحكم ولدك شغلته سياسة، يقول لك الحكم ولدك ما شبهش الخوالو، يقول لك الحكم ولدك تلزمو حراسة، يتربى يرجع لحالو رانتي ما ربيتي والو، يتربى يرجع لحالو رانتي ما ربيتي والو، كان لازمك تكوني قساسة وبوليسي منعو يقمعو ما يدسر ما يخمم في رياسة، كان لازمك تكوني قساسة وبوليسي منعو يقمعو ما يدسر ما يخمم في رياسة. أولدي يا سيدي أرزنا وقر، أولدي يا سيدي تبت وكياسة، أولدي يا سيدي أرزنا وقر، أولدي يا سيدي تبت وكياسة، ولديك لالا مش بشي الدراري عاشق العمل وعشق الفلاح، ولدك لالا ولدك فلسطيني، ولدك لالا ولدك دوفاري كي يحلم بالعدة كي يحلم بالسلاح، ولدك لالا كي يقولوا يا ساري خلاص 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 تحزم الكفاح، وانتنا يا لالا تدقولي قاري يكفينا يا لالا اش بينا نمزاح، ولدك لالا رجلو خرجوا لشواري، ولدك لالا مسخ لدواصة، ولدك لالا لازم يتقلاصة. ولدي يا سيدي تربيتي دي مقر يا هنا، ولدي تلميدي ولدي بخوتو ولدي بخوالو، ولدي برفقو ورفقو شحال، وحيدة في الحب وحيدة في الدرب وخوت في النضال في النضال، ولدي بقرايتو ولدي بعنايتو وخوت في النضال في النضال، ولدي فلسطيني ولدي دوفاري وخوت في النضال في النضال، ولدي فلاحة ولدي عمال ولدي سعيدة ولدي زروال، ولدي فلاحة ولدي عمال ولدي بنبركة ولدي عمار، ولدي فلاحة ولدي عمال ولدي دكون ولدي رحال، ما نبكي ما نتألم
ما نخسر ما نتهزم، ما زال نولد صبحية ومع العشية نتحزم، ونعاود نقري ونعلم، كرشي في كفايتو كرشي في حميتو، قيدي يا نار قيدي وزيدي وحرقي لدخال حرقيها مازال، قيدي وقيدي وولدي لرجال، قيدي يا نار قيدي يا نار. سعيد، أنا بالنسبة لي أنت مظلوم، لأن حينما غنيت الأم الوطن في ذلك الزمن في 79 في مغرب الاحتقان السياسي أيضا، تم الانتباه إلى مضمونها وإلى الكلمات، ولم ينتبه أحد إلى قوة التأليف الموسيقي، يعني هذا البناء الهرمي وهذا الانتقال من القناوي إلى الفالس وهذه الحوارية البديعة. وجدت نفسك مجبرا على مغادرة بلدك. نعم. منفيا، وحينما اشتقت إلى المغرب وأنت لا تستطيع العودة إليه، كان سبيلك أن تذهب إلى بيروت، لبيت دعوة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حينها ورحت إلى بيروت. أريد أن أعرف سياق هذه الزيارة. هو السياق كان في أوج مساري الموسيقي، وكان هو نوع من التعاطف المبدئي مع الثورة الفلسطينية، وجاء في سياق العلاقة التي كنا نحن الشباب في الجامعة آنذاك يعني نكنها ونبجلها في كثير من الأحيان مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجورج حبش الحكيم. يعني في هذا الإطار جت الزيارة اللي هي تمت من خلال سوريا، يعني لأنه المطار في بيروت كان مغلق، كانت الحرب 81 الحرب، وتم كانت تجربة جميلة مع المقاتلين اللبنانيين والفلسطينيين. قبل ذلك بدأت أولا حفلتك الأولى كانت في مخيم اليرموك في دمشق. اليرموك في دمشق، صحيح جدا، يعني كانت حفلة يعني وكأنه سانافونغو، يعني واحد كان مقبل، يعني مقبل، كان مقبلا. ومن بعد دخول ديالك من دمشق إلى بيروت كان في كان جميل جدا، لانه تنحتفظ بذكريات ديال المتاريس وديال المقاتلين وديال الشباب. اعتقد انك دخلت في سياره عسكريه، يعني عسكريه هما يعني، وكانوا في كثير من الاحيان يعني يسالوني عن يعني مبرر مجيئي، عندما اقول بانني موسيقي كذا يفرحون ويؤكدون على التضامن العربي آنذاك. وأنا كنت في زيارة للقيام بمجموعة من الحفلات، من ضمنها الحفلة الكبرى في عيد الانطلاقة الجبهة الشعبية، أنا ومارسيل خليفة وفرقة الأرض. أنا أريد أن أعرف، نعم، أن أعود إلى هذا الحفل تحديدا، لأنه في هذا الحفل 81. في 81 يعني قدمت عرضك أمام أبو عمار، يعني نعم كان أبو كان عمار جورج حباش، نايف حواتمة، محسن إبراهيم، جورج حاوي، يعني كانت هذاك هو التاريخ ديال ما يسمى بالتصالح، لدرجة أن جورج حبش عندما حضر في حفل فتح في الملعب في بيروت طلقت يعني الرصاص احتفال وفرحا بالحكيم، لأن كان عنده وزن
يعني وأعرف كبير أن كان يعني. أنت حتى سياسيا كنت تحبه، يعني ولكن حصلت واقعة طريفة أريد أن أستعيدها معك، أن رفاقك في الجبهة الشعبية أهدوك عودا ولكنه نعم. خذلك يوم الحفل. كيف أسعفك مارسيل خليفة بعوده لتغني به أمام أبو عمار؟ صحيح، لأنه يوم اشترت لي الجبهة الشعبية العود كان العود جديد، يعني غير مروض، غير مروض، ويرن بطريقه يعني فجه. وسرعان ما انتبه مارسيل خليفه معي في الكوليس، لان كنا ننتظر اننا نغني، قال لي هذا عود ليس للغناء، يعني هو يعطيني العود ديالو، وحبت الفكره، ومن ثم تمت بيني وبينه صداقة كانت. ويومها قدمت لأول مرة النجمة الحمراء والمتراس والبندقية، هذه من أشهر أغانيك على صحيح فكرة. إنما أريد أن أقف مع أغنية أخرى صارت تقريبا نشيدا يردده الجميع في العالم العربي ولا يعرفون أنه لك، ودائما المعين سيسو هو نعم لن نموت ولكننا سنقتلع الموت من أرضنا. ممكن نسمع نعم ولو جزء منه يعني صحيح. نعم لن نموت ولكننا سنقتلع الموت من أرضنا، نعم لن نموت ولكننا سنقتلع القمع من أرضنا، هناك بعيدا بعيد سيحملني يا رفيق الجنود، سيلقون بي في الظلام الرهيب، سيلقون بي في جحيم القيود، لقد فتشوا غرفتي يا رفيق فما وجدوا غير بعض الكتب، وأكوام عض منهم إخوتي يئنون ما بين أم وأب، وأكوام عض منهم إخوتي يئنون ما بين أم وأب، لقد أيقظوهم بركلاتهم، لقد أشعلوا في العيون الغضب، نعم لن نموت، نعم لن نموت، نعم لن نموت، نعم لن نموت. كنعرفك عندك جوج ديال الامور كتبغيها، درت لك واحده منهم، كتبغي التقليه وكتبغي الطنجيه. شكرا جزيلا. الطنجيه المراكشيه، شكرا لانك بارك الله فيك، سرقتك المحمديه من مراكش، فقلت خليني استعيد سعيد المغربي لمراكش. شكرا بارك الله فيك، ترى الحمراء طايب كمان. طايب، شفت هذاك الشيء وهذاك. الله يبارك فيك. تحدثنا مرة على التقلية، وقلت لي بأنك تحب التقلية تحديدا، ليس فقط لأنها وجبة مراكشية، ولكن أيضا لأنها من صنع زرياب. ويقيل يعني ليس زرياب هو الذي أحالني على التقلية. التقلية عشنا معها، كبرنا معها طبعا، يعني يمكن نقول لك أكلة ديال شعبية، يعني شعبية. شعب. تفضل خويا سعيد. ولكن من بعد في البحث ديالي ديال الدكتوراه لقيت بعض السندات التي أشارت إلى كون أن التقلية دارها زرياب، بحكم ان زرياب كان طباخ ديال القصر، وكانت عنده واحد الهنده، وعنده هنده مؤثر في اوروبا، على الشعر طويل مسبسب بحال ديال العاود، وعنده واحد اللباس، هو اثر في اوروبا بشكل كبير، ليس فقط موسيقيا بل حتى من الهندام ديالو، الموضه ديالو كيف اللي كاين دابا في الشوبيز. وهذا مهم يرجع له، يرجع الزرياب، رغم انه بعض الناس يشكوا حتى في وجوده، ولكن
يعتبر يعني مرحلة هامة في نقل التراث الأموي كيف أنا تندافع ليس البغدادي. وهذه ممكن 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 نقصها، ولكن هذه بعد الأكل رد علي الخبر كيف جاتك تخي ديليسيو بصراحة لذيذ هذا الشيء بزاف بالصحة والراحة بالهنا والشفاء. قل لي واخا حنا تناكلوا مباشرة دابا غادي الأدب تنقلوا. قل لي سعيد، هل قرأت شاعر يمر لعبد اللطيف اللعبي؟ كتاب شاعر يمر؟ لم أقرأه. لم تقرأه بعد. في هذا الكتاب يحكي عبد اللطيف اللعبي كيف أنه حينما خرج من السجن كان ممنوعا من السفر ومن جواز السفر، فذهب عند وزير الداخلية النافذ حينها سنوات الجمر المغربية إدريس البصري، وحينما اجتمع به يطلب جواز سفره قال له تعرف احنا يا يعني نريد فقط أن نحميك من بعض الناس الخطرين الذين يتلاعبون بك وهم خارج المغرب، فيعني نحميك منهم. ولكي يعطيه دليلا على ذلك استخرج أسطوانتين لك، فقال له مثلا شوف ها وهذا سعيد المغربي يلحن لك وكذا، وقال له أنا متأكد بأنه لا يعطيك حتى حقوق التأليف. فضحك اللعبي لهذا الموقف ووثقه في الكتاب. دروك نعطيك نسخة. كيفاش قصتك مع عبد اللطيف اللعبي؟ عبد اللطيف اللعبي تعرفت عليه فور خروجي من السجن، لأنني كنت أعرف زوجته جسلين قبل إطار الدفاع على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين غير ذلك، وبحكم أن تجربتي كذلك نمت مع عائلات المعتقلين السياسيين. صحيح. وكنت في كثير من الأحيان أحيي حفلات للنساء فقط في دار من دور دور المعتقلين السياسيين بما فيها دار سعيدة المنبهي اللي هي جارتي في الدوديات، وكنت دائما السعودي ونمشي، يعني بمعنى أن العلاقة مع السي عبد اللطيف اللعبي مباشرة زرته ودرنا عمل كبير كسيط على شكلة شيخ إمام فؤاد نجم اللي فيها 5 أو 6 القطاع، فيها ملحمة إيفلين، راكين مجموعة القطاع مع يعني الصحفية هادية سعيد، فكرتيني بعد فيها هادية سعيد، وكان مشروع اللي بقى مادة خام يعني كان المفروض أن يتم له التوزيع وهذا. وبقت العلاقة جيدة لدرجة أنه من بعد تبعت لي وأنا كنت في باريس هذيك القصيدة جميلة اللي هي عيون الشهداء وتتلائم المرحلة كلها، وخدت الاسم ديال الالبوم ميم صحيح اللي كنت درته بالاوركستر وهذا ربما هذا هو الالبوم اللي جابوا له وزير الداخلية، لانه كان هذيك الساعه تجربه خدت طابع اخر تتداعى في التلفازات الاوروبيه لغاديو ديال اوروبا. صحيح. يعني تعرفت شويه نسبيا هذيك الساعه، ربما ظل الوضع على ما هو عليه الا سنه 1994. نعم. حينما خرج سعيد من لائحة الخطيرين بتحديد وزير الداخلية نعم. الأسبق وجاء العفو الملكي من طرف الراحل الحسن الثاني، وأنت حينها لم تتردد في تحيته واعتبرت العفو مبادرة شجاعة من الملك. صحيح، وأنا كتبت ليس فقط عبرت بشكل شفوي بل كتبت مقالة بفرنسية في جريدة نشرت بجريدة ليبراسيون في المغرب، سميتو العنوان ديال ديال لارتيكل لو بوبل نا با ماسكي سا تريستيس، واخا هما داروا لها مونكي ولكن انا استعملت لو ماسك يعني غريك يعني الشعب لم يخفي حزنه لم يخفي او لم يعني لم يخفي لم يخفي لم يخفي حزنه. وانا في كل الحالات انا جي با دو كونت ا روند ا بيرسون كون توكا بالعربيه يعني يا سعيد يعني يهضر معايا بالعربيه يعني لا قلت لك انه ما عنديش شي حاجه شي حساب شي مع شي واحد ولا شي استشاره مع اخر على مستوى سياسي، يعني تجربتي كلها مني بدات لانه كنت مشكل فردي مستقلا مستقلا، ولهذا السبب عبرت على موقف واللي لا زلت اتبناه.
وبالمناسبة حينما عدت بشغف واحد الزخم عجيب. صحيح. ما إن عدت في 94 درتي 17 حفلة تفطى المغرب كاملا. كل حتى سيدي إيفني. أنا حضرت لك الحفلتين بالمناسبة ديال الرباط وديال قنيطرة. قنيطرة. وكانت أكبرهن. كنا نتبعك حينها تعرف يعني نأخذ القطار من الرباط إلى القنيطرة يعني تقريبا إحنا 50 أو 60 طالب من الحي الجامعي. صحيح. لكي نعيد سماع أغاني سعيد المغرب. وهذه من الأشياء التي يعني خلقت واحد الرابطة قوية ما بيني وبين الجمهور يعني لأنه تعامل معي تعامل تلقائي وعفوي. علما أنه أنا لم أكن مؤثرا سياسيا من جهة نتيجة تطوري الخاص ونتيجة لمطورتي ووعي يعني باحتكاك مع كل يعني التيارات والمذاهب والأفكار التي كانت مراجعة آنذاك، ولكن بقات هذيك الرابطة تظن باللي بقي لحد الآن لأن تنشوفها في الفيسبوك وتنشوف التعاليق كاين محبة دائمة. هذا هو المكسب الحقيقي للفنان. ولكن انت مثلا ايضا كم نعم. اغنيه مثلا اذا تكلمنا عن منجز وهو من امتى يعني انا ما ملحنش منذ مده ما ملحنش الا بعض القطاعات او الاطلالات القليله يعني اللي تجي ربما اخذتك الجامعه والبحث العلمي وسرقتك من لأن أنت لما حصلت على الدكتوراه أنا تنقول يعني لهم عموما من يضحكوا معايا الناس وأساتذة وأصدقاء وطلبة تنقول لهم راه عطاونا عظم نكردوه بمعنى أنني أنا بعدا جبت لك لحمة ماشي عظم ليس عظما هذا شكرا يعني بمعنى أنه الوضع ديالي الجامعي أدى النوع من الانكسار على مستوى الممارسة الإبداعية يعني صعب أن أعتبره انكسارا. أنت عموما ريبرتوارك هو معك إيه يعني صحيح يمكن لم تواصل إنتاج أشياء جديدة ولكن ريبرتوارك في ذاكرة المغاربة صحيح والكثيرين في العالم العربي يعني صحيح شكرا جزيلا. فقدت انه كنت تنشوف نفسي انه لازلت قادرا على العطاء وحتى نوعية العطاء الذي يعني اتمنى يعني تحقيقه هو يعني الاوركستراسيون يعني نوع من التوزيع ديال القطاع لانها فيها جديد لان ما تنعتبرش نفسي مغني فقط سياسي بل مغني مجدد لانني ابتديت من اشياء اللي حاولت انا نأتت بها الصيغه الموسيقيه والفنيه ديالي لا من ناحيه طريقه الاداء ولا من ناحيه البناء اللحني الذي يعني اقدمه في شتى مواضع فنيه وموسيقيه. واحنا سننتظر منك هذه الاشياء كلها ولكن بعد ما نخلصوا على طنجة شكرا والله سي فريمون تري يعني عند وعدي شاعر نعم. يمر شكرا جزيلا وهذه نسختك بالمناسبة لأن شكرا عندي نسخة أخرى سعد اللطيف اللامي صديق إذن لا وستقرأ ما حكيت لك يعني ويتحدث عنك في الكتاب سأعود بك إلى باريس يعني فضاء ديالك المشترك مع عبد اللطيف اللامي ولكن سأعود بك إلى باريس الجامعة وإلى الدكتوراه وإلى بحثك حول الأصول النظرية للموسيقى الأندلسية المغربية الأندلسية. أولا أنا حزين لأن الأطروحة بالفرنسية وأنا حزين لأنك لم تسعى حتى الآن لترجمتها إلى اللغة العربية. هو في الواقع حتى يعني الطبع ديالها جاء متأخر
ومتأخر لأنه كانت هناك انشغالات عديدة، عدم وجود يعني مجال للتعبير أو للتفكير جماعيا حول القضايا التي أثرتها هذه الأطروحة، لأنها كانت يمكن نقول باللغة السياسية أطروحة راديكالية، يعني أعادت بناء يعني واحد نظام موسيقي منذ يعني الحقب القديمة الشرقية. ولكن أنا هنا أريد أن أسائلك بالضبط، نعم أنك تنسب الأغنية المغربية إلى أصولها الشامية وليس إلى البغدادية، وتقول بأننا إذا كنا محسوبين على مدرسة في الغناء نعم فنحن محسوبون على مدرسة معبد وليس مدرسة زرياب. صحيح. يعني أن المسألة في البحث، عندما يعني أطلت دراسة الحقبة الشرقية فيما يخص العلاقة التي كانت لدينا مع المشرق، يعني اعتمدت على مجموعة من الوثائق وليست يعني من بنات أفكاري، بل هي اعتمدت فيها على مجموعة من الوثائق التاريخية التي كانت تبجل وتتكلم عن تجربة موسيقية أموية، يعني في العصر الأموي، ليست أموي بل العصر أموي الأموي. يعني من ضمنها الوثيقة ديال ابن المنجيم، اللي هي عبارة عن كتاب في الموسيقى، والتي تحدث فيها على مدرسة اللي هي مدرسة معبد التي تنتمي إلى الحقبة الأموية. وبحكم أن زرياب يعني كان عايش هذه المرحلة وهذه المدرسة عن طريق أستاذه إسحاق الموصلي، يعني وتميزه عن المدرسة الجديدة الكروماتيك ديال منصور زلزل وإبراهيم الأمير، يعني أنه من خلال هذه المعطيات التاريخية فين لقيت باللي أن المسألة راجعة لانتماء موسيقي تقليدي أصيل مرتبط بمجموعة من التقنيات الموسيقية والمقامية المرتبطة بالمدرسة الإغريقية القديمة. وهذا هو اللي كان حاسم فيما يخص فهم حتى تجربة زرياب، التي يعني حاولت فهمها انطلاقا من نزوع أنثروبولوجي أن الدولة الأموية في الأندلس سوف لن ترتضي منه أن يغني يعني الريبرتوار العراقي أو يعني العباسي أو لنقل بلغة السياسة العباسي أو العباسي. العباسي بحكم انشدادها الكلي بالشام يعني التاريخ ديالها وبالأسلاف الأمويين. أنا وانطلاق. نعم يهمني أيضا أخي سعيد هو أنك في الأطروحة أيضا يعني ستبدأ مع نعم زرياب ومعبد ثم تنطلق إلى ابن باجة، وأنت نعم تبحث عن ما يمكن اعتباره مدرسة مغربية. قربني شوية من ما هي إضافة ابن باجة في تلك المرحلة؟ يرجع الفضل أولا لابن باجة، أنه رغم الجانب النزوع الفلسفي بحكم أنه كان فيلسوف، فهو ارتباطه بنوع من الموسيقى الشعبية اللي تنسميوها، التي انتشرت في الحفلات والأعراس المغربية بما فيها الأعراس الفاسية، وكتب مجموعة من الأغاني المرتبطة بالحس الشعبي العام. يرجع له الفضل بمجموعة من الوثائق التي بقت من بعد مشروعه، يعني مشروعه الموسيقي، لأنه كان لديه مشروع من ضمنه أنه ترك لنا وثيقة التي يحدد فيها مجموعة من المساوقات ديال العود، لي زاكور، هي المساوقات، بمعنى انه هذا التراث او هذه المرجعيه النظريه فيما يخص تحديد المساوقات ديال العود الخمسه بدوزنتها الخاصه وباسمائها المحليه، يعني تنم على كون ان المغرب عرف مدرسه موسيقيه قديمه عريقه. لأن بالنسبة لي أنا لا خلاف ما بين المغرب
والاندلس، لان حتى الاندلس من صنع مغربي. انا هذا الراي ديالي. لا لا، اشرح لي هذا الراي، كيف الاندلس من صنع مغربي؟ من صنع مغربي، بحكم ان المغرب هو الذي خلق الاندلس من ناحية الفكرية والسياسية والثقافية والدينية إلى غير ذلك، ويرجع له الفضل في يعني في يعني حماية الفكر عموما، يعني التراث الأندلسي. وكانت هناك علاقة، وكأنه هو التعبير الرسمي للثقافة المغربية فقط. في زمن المارينيين راه الثقافة الرسمية ديال الدولة المارينية كانت هي. وكاين وثائق التي تتكلم عن العلاقة مع الأندلسيين حتى في مراكش قبل فاس، في أيام أبو الحكم، عندما لم نستطع أن نميز ما بين لغة الأندلسيين واللغة المراكشية في جامع الفنا. هما اللي بناوا هذوك الرياضات ديال رياض الزيتون القديم والجديد، هما اللي بناوا قبل من فاس. يعني هذا الشيء في أيام أبو الحكم، باقي كاع ما كاينين الأمويين في الأندلس. يعني بمعنى أن هذا التراث هذا هو عموما طبع، كما قلت وانا احسبه يعني تراث يرجع الى يعني تعبير النخب المغربي المغاربي، هذه ان صح التعبير، الرائقه لفكر والفلسفه والفنون المغاربيه. يعني وانت تتكلم عن ابن باجة، يعني صاحب اهم مدرسه موسيقيه مغربيه كانت تنافس زرياب، أشرت إلى أنه كان فيلسوفا. نعم. أولا قبل كل شيء، وأنت في أبحاثك يعني توقفت عند تجارب الفارابي وابن سينا والكندي. صحيح. وكيف أن الفلسفة كانت تحضن الموسيقى، يعني ليس كما نتخيل هذه الأيام أن الموسيقى والعزف والغناء يعني هي أشياء خفيفة بسيطة يمكن أن تمارسها خارج المعرفة وخارج العمق. صحيح. الفكري والفلسفي. وعموما أن تاريخ الموسيقى النظري العربي بالأساس هو مرتبط في الجانب النظري ديالو بمجهود ديال الفلاسفة، منذ مدرسة الكيندي وكتابه حول الموسيقى، والفارابي، ابن سينا، الأرموي إلى غير ذلك، وابن باجة عندنا في المغرب. يعني بمعنى أنه هو رصيد علمي نظري فكك الجهاز التقني والعلمي للموسيقى العربية أو الموسيقى الشرقية عموما، بما فيها كما سبق الذكر إلى ذلك أن الفارابي عندما حلل المسافة ما بين الوتر وعمق العود لم يحلله بالجانب الطربي، بل حلله من الجانب العلمي الهندسي. يعني بمعنى أنه تدخل العلم الرياضي في تحديد المسافات، في تحديد الأعماق، لا 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 بروف لا بروفوند، عمق العود، بما أعطى إمكانية للعلوم الحديثة لتطوير ما يسمى بالعلوم الأكوستيكية، السمعية، السمعية السماعية. وهذا عامل من العوامل التي تتميز به الموسيقى أو النظر الموسيقي العربي. ولكن المشكلة هو أنه لم ينعكس في الإبداع الموسيقي العربي. الإبداع الموسيقي العربي بقي بعيدا على كل الطروحات العلمية التقنية للفلاسفة عندما عالجوا الموسيقى في إطار يعني النظام الفكري الفلسفي العام. وبقي الإنتاج الموسيقي العربي عبارة عن تجارب موسيقية شفوية شفاهية، ولم يكن قادرا على استلهام النظريات الكبرى ليجدد في النظام الموسيقي العربي، علما أن وضعية الموسيقى هي نفسها في داخل هذه الأمة العربية هو وضعية يعني غير مستقرة، يعني فيها ما فيها من المقاربات الدينية التي عند في كثير من الأحيان تحرمها ظلما وعدوانا واعتداء على الحواس وعلى الوجدان. وأنا عندي ترجمة في لمقدمة الحيك اللي هو يعتبر المرجع النظري المهم في تاريخ الموسيقى الأندلسية المغربية، هو يؤكد على أن الموسيقى بمراجع يعني منذ السيرة النبوية إلى غير ذلك التي تؤكد على أن الموسيقى حلال
ولا يشوبها لا تشوبها شائبة عندما يتعلق الأمر بالموسيقى والإبداع. ولهذا ولهذا نحن سننتصر للموسيقى والإبداع، نعم وسننتصر للعود، وسنسمع سعيد المغربي. وشكرا مهم. المعطر قعر البراكة وركب المسمار، المعطر قعر البراكة وركب المسمار، ورقية رطبت الخبز رطبته بالماء، ورفسته بالحلبة ورمت القدرة عالنار، وتعشوا المنكوبين تعشوا عشا الكلاب، ونعسوا الدراري الصغار وبالكبير فيهم على الحصير، والدبان مقشقج على الفنار، والدبان مقشقج على الفنار. سوناك المعطي عاللطان، سوناك المعطي عاللطان، وطاني وجهه مقموش وفي عالدوكية وعلى خده سم مرشوش وعينيه زهرية، وطاني وجهه مقموش وفي عالدوكية وعلى خده سم مرشوش وعينيه زهرية، وقطر مخالب لحوش وقطر سبع ترشا، وقطر مخالب لحوش وقطر سبع ترشا، ولحيته نود المرفي، ولحيته تنود المرفي. سوناك المعطي عالصبر، اصبر زمان صبرنا، اصبر اصبر دبرنا، اصبر زمان صبرنا، اصبر اصبر دبرنا، وعلمنا الدل والخوف علمنا، وعلمنا الدل والطاعة علمنا، وعلمنا الدل والخوف علمنا، وعلمنا الدل والطاعة علمنا، وعرفنا البارود المرصع بالمحنة، وعرفنا الغضب ساكن في قلبنا، وعرفنا الشمع القدية في دمنا، وعرفنا السلعة المطبوعة بعرقنا، وعرفنا الحماية والماريشال بيتن، عرفنا الحماية وعرفنا التفتيش، عرفنا الحماية وعساكر سليقن، ورشمنا على جلدنا الرماد المحروقين، ورشمنا على جلدنا رشاش لندوشين، ورشمنا على جلدنا الرماد المحروقين، ورشمنا على جلدنا رشاش لندوشين، والزرق تونية ما جمعنا واليوطية ما فرقنا، والزرق تونية ما جمعنا واليوطية ما فرقنا، والجماع غاية وفهمنا واحفظنا وقفلنا وما قفلنا، كن قفلنا كن فورنا.